تحدثنا معكم في الشريط الأول عن المرحلة المكية، والآن نتكلم عن المرحلة المدنية في سؤال وجواب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، مع المرحلة المدنية في سؤال وجواب، نبدأ ببسم الله. مع العام الأول من الهجرة. شيخنا الفاضل، حدثنا عن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمح حبيب الله، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تم بناؤه في السنة الأولى من الهجرة، وكان بناء المسجد سقفه جريد والأعمدة من خشب النخل، ولم يزد في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر شيئا، فزاد فيه عمر وبناه على ما كان من بنائه، ثم غيره عثمان وبناه بالحجارة المنقوشة والفضة، وجعل الأعمدة من حجارة منقوشة. وكان المسجد طوله مما يلي القبلة إلى مؤخرته 100 ذراع، وجعل قبلته إلى بيت المقدس، وجعل له 3 أبواب: باب في مؤخرته وهو في جهة القبلة، وباب عاتكة الذي يدعى باب الرحمة، والباب الذي يدخل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو باب آل عثمان اليوم. وهذان البابان لم يغيرا بعد أن صرفت القبلة، واتخذ للرسول الله صلى الله عليه وسلم منبر من 3 درجات بعدما كان يخطب عند جذع شجرة صلى الله عليه وسلم. ولما بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجده، بنى 2 بيتين لزوجتيه عائشة وسودة رضي الله عنهما. هذا، وصلى الله على سيدنا محمد. من فضلك أستاذي، حدثنا عن الأذان الذي يؤذن 5 مرات في اليوم والليلة. اسمع عبد الله، حدث في السنة الأولى من الهجرة بعد بناء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أشار بعض الصحابة أن ترفع راية إذا حان وقت الصلاة ليراها الناس، وقال آخرون نشعل نارا على مرتفع، وقال آخرون نستعمل بوقا، وهو ما كانت عليه اليهود تستعمله لصلاتهم. فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، لأنه لم يحب تقليد اليهود في عمل ما. وأشار بعض الصحابة باستعمال الناقوس، وهو ما يستعمله النصارى، فكره صلى الله عليه وسلم ذلك. وأشار بعضهم بالنداء، فيقوم بعض الناس إذا حانت الصلاة وينادي به، فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الرأي. ثم الرؤيا والأذان. رأى عبد الله بن زيد وهو ما بين النائم واليقظان، إذ عرض له شخص وقال له: ألا أكلمك كلمات تقولها عند النداء للصلاة؟ قال: بلى. فقال: قل الله أكبر الله أكبر، حتى ذكر الأذان. فذهب عبد الله بن زيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره بذلك، فقال له: قم فعلمها لبلال، فإنه أندى منك صوتا. هذا، والحمد لله رب العالمين.
من فضلك حدثنا عن أم المؤمنين عائشة بنت الصديق رضي الله عنهما. اسمع أخي الكريم، عائشة بنت الصديق أبي بكر أمها أم رومان بنت عامر. ولدت عائشة في السنة الثانية أو التاسعة من الهجرة، وأسلمت وهي صغيرة، وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة بمكة في شوال قبل الهجرة بثمانية أشهر. ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعائشة في منزل أبي بكر بعد الهجرة بثمانية أشهر، وكان صداقها 400 درهم، وكانت أحب نسائه إليه صلى الله عليه وسلم، وكنيتها أم عبد الله بابن أختها أسماء، وزوجها عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. روت عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من 1000 حديث، وكانت عائشة من أكبر النساء عقلا، فصيحة الكلام، صحيحة النطق، تحفظ كثيرا من القصائد، كريمة لا تدخر شيئا، أحفظ أهل زمانها للحديث، وروى عنها الرواة من الرجال والنساء. واسمع أخي الكريم، قالت عائشة عن نفسها: فضلت أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشر خصال، تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا دون غيري، وأبواي مهاجران، جاء جبريل عليه السلام بصورتي في حريرة وأمره أن يتزوج بي، وكنت أغتسل معه في إناء واحد، وجبريل عليه السلام ينزل عليه بالوحي وأنا معه في لحاف واحد، وتزوجني في شوال وبنى بي في ذات الشهر، وقبض بين حجري ونحري، وأنزل الله تعالى عذري من السماء، ودفن وكفن في بيتي، وكل ذلك لم يساوني غيري فيه. لا إله إلا الله. هذا وصلى الله على سيدنا محمد. سيد الفاضل، آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار عندما دخل المدينة، حدثنا عن ذلك أكرمك الله. اسمع أيها الحبيب، حدثت في السنة الأولى من الهجرة بعد قدومه صلى الله عليه وسلم 5 أشهر، آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار لتذهب عنهم وحشة الغربة، ويؤنسهم من مفارقة الأهل والعشيرة، ويشدد فيها أزر بعد. وكان الصحابة الذين آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم 90 رجلا، 45 من المهاجرين، 45 من الأنصار، ويقال كانوا 150 من المهاجرين، 50 من الأنصار، وكان ذلك قبل بدر. واسمع، آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار على الحق والمساواة، ويتوارثون بعد الممات دون ذوي الأرحام، حتى نزل قوله تعالى: وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، الآية. ولما نزلت هذه الآية وأولي الأرحام، نسخت ما كان قبلها، وانقطعت المؤاخاة في الميراث، ورجع كل إنسان إلى نسبه وورثه ذو رحمه. اسمع عبد الله، أمثلة للمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار: آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أبي بكر الصديق وخارجة ابن زيد، بين عمر بن الخطاب وعثمان بن مالك، بين طلحة ابن عبيد الله وكعب بن مالك، بين عثمان بن عفان وأوس بن ثابت، بين مصعب بن عمير وأبي أيوب رضي الله عنهم جميعا. هذا والحمد لله رب العالمين. أستاذي، حدثنا عن إسلام عبد الله بن سلام وما نزل في حقه من القرآن. اسمع حبيب الله، أسلم عبد الله بن سلام في السنة الأولى من الهجرة، كان رجلا عالما، قال: سمعت برسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفت صفته واسمه
وزمانه، فكنت صامتا عليه حتى قدم صلى الله عليه وسلم المدينة ورأيته فأسلمت. كان اسمه الحسين، وسماه صلى الله عليه وسلم لما أسلم عبد الله، وكان حليفا للخزرج، ويكنى بأبي يوسف وهو من قينقاع. ونزل فيه قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم، الآية. وقوله: قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب، الآية. مات عبد الله بن سلام رضي الله عنه سنة 43 هجرية هذا، وصلى الله على سيدنا محمد. شيخنا، من فضلك، ما هو أول بعث بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما دخل المدينة؟ حدثنا عنه أكرمك الله. اسم عبد الله، البعث هو بعث حمزة ابن عبد المطلب، حدث في شهر رمضان السنة الأولى من الهجرة، على رأس 7 أشهر من الهجرة إلى المدينة، وهو أول بعث بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان في 30 راكبا من المهاجرين. ولم يبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا من الأنصار، وذلك أنهم شرطوا له أنهم يمنعونه في دارهم. خرج حمزة ابن عبد المطلب لقطع عير قادمة من الشام تريد مكة، ولما بلغوا ساحل البحر من ناحية العيص من بلاد جهينة التقوا وتصافوا للقتال، ثم حجز بينهما مجدي ابن عمرو الجهني فانصرف القوم بغير قتال، هذا، والحمد لله رب العالمين. حدثنا من فضلك عن بعض الصحابة الذين ماتوا في السنة الأولى من الهجرة، وكذلك عن بعض المشركين الذين هلكوا في نفس السنة. اسمع عبد الله، توفي من المهاجرين عثمان بن مضعون، أخو رسول الله صلى الله عليه وسلم قديما، وهاجر الهجرتين، ولما دفن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يرش قبره بالماء، ووضع على قبره حجرا، وقال: أعلم به قبر أخي وأدفن فيه من مات من أهلي. وتوفي من الأنصار البراء بن معرور أحد النقباء، وهو الذي كان يتكلم عن القوم في العقبة الثانية. ومات من مشركي مكة الوليد بن المغيرة، ولما احتضر جزع، فقال له أبو جهل: ما جزعك يا عم؟ فقال: والله ما بي من جزع من الموت، ولكن أخاف أن يظهر دين ابن أبي كبشة بمكة، يقصد محمد صلى الله عليه وسلم. فقال له أبو سفيان: لا تخف، إني ضامن ألا يظهر هذا الدين. ومات من المشركين العاص بن وائل السهمي، وكان شريرا، هذا، وصلى الله على سيدنا محمد. مع العام الثاني من الهجرة، حدثنا عن غزوة الأبواء أطال الله في عمرك. حدثت في شهر صفر السنة الثانية من الهجرة، وتسمى بغزوة ودان، وهي أول غزوة غزاها الرسول صلى الله عليه وسلم. انظر لسبب حدوثها: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في 70 رجلا من المهاجرين خاصة، أي لم يخرج معه أنصاري، خرج ليعترض عيرا لقريش حتى بلغ ودان ولم يلق قيدا، وحمل اللواء حمزة بن عبد المطلب، وكان لواء أبيض، ولم يلق رسول الله صلى الله عليه وسلم كيدا، ولم يحدث قتال لأن العير قد أفلتت. وعاد صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بعد قضاء 15 ليلة، هذا، والحمد لله رب العالمين. أذن الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم بالقتال،
وأنزل في ذلك قرآنا يتلى. تحدث عن ذلك، غفر الله لي ولك. عبد الله، الإذن بالقتال؟ أذن الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم بالقتال في السنة الثانية من الهجرة، ولم يقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا على الدخول في الإسلام، بل كان الأمر قاصرا على التبشير والإنذار والصبر. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، الآية. وأذن الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالهجرة إلى المدينة فرارا بدينهم، حتى أذن الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم بالقتال. واسمع، أول ما أنزل الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم في القتال، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، الآية. ثم أمر الله تعالى عباده المؤمنين بالقتال، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل، الآية. هذا، وصلى الله على سيدنا محمد. أحسن الله إليك، حدثنا من فضلك عن غزوة بواط ونحن منصتين إليك. اسمع أخي في الله، زادك الله إيمانا، غزوة بواط حدثت في شهر ربيع الأول السنة الثانية من الهجرة، وحدثت على رأس 13 شهرا من الهجرة، حيث خرج صلى الله عليه وسلم في 200 من الصحابة يعترض عيرا لقريش، وحمل اللواء سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، واستخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة سعد بن معاذ، وخرج أمية بن خلف قائدا لعير قريش، ومعه 100 رجل من قريش و2500 بعير. فبلغ صلى الله عليه وسلم بواط من ناحية رضوى ولم يلق كيدا لأن العير قد فاتت. هذا، والله تعالى أعلى وأعلم. شيخنا الجليل، أخبرنا من فضلك ما تعرفه عن غزوة بدر الأولى. اسمع أيها الحبيب، غزوة بدر الأولى حدثت في شهر ربيع الأول السنة الثانية من الهجرة. سبب حدوثها أغار كرز بن جابر الفهري في قوات خفيفة من المشركين على مراعي المدينة ونهب بعض المواشي، وتسمى هذه الغزوة، غزوة بدر الأولى، بغزوة صفوان. فاستخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة زيدا بن حارثة، وحمل اللواء علي بن أبي طالب، وخرج صلى الله عليه وسلم في 70 رجلا من أصحابه لمطاردة هذا الرجل، حتى بلغ واديا يقال له صفوان من ناحية بدر. ولم يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم كرزا بن جابر وأصحابه، فرجع من دون حرب، وأسلم كرز بعد ذلك وحسن إسلامه. هذا، والحمد لله رب العالمين. حدثنا من فضلك عن غزوة العشيرة بجميع بنودها، أكرمك الله. غزوة العشيرة أخي الفاضل حدثت في جماد الأولى وجماد الآخرة سنة 2 هجرية، حيث خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أواخر جماد الأولى، وكان رجوعه في أوائل جماد الآخرة، وحدثت على رأس 16 شهرا من الهجرة. سبب الخروج، اسمع، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في 150 ويقال 200 من المهاجرين على 30 بعيرا يعتقبونها ويعترضون عيرا لقريش ذاهبة إلى الشام،
فيه أموال لقريش حتى بلغ صلى الله عليه وسلم ذا العشيرة، ولم يكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا على الخروج. عبد الله اسمع لنهاية الغزوة، بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا العشيرة فوجد العير قد فاتت بأيام، وهذه هي العير التي خرج فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلبها حين رجعت من الشام، فصارت سببا لغزوة بدر الكبرى التي سنعيش معها بإذن الله. هذا، وصلى الله على سيدنا محمد. شيخنا الفاضل زادك الله إيمانا، حدثنا عن تحويل القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام، واذكر لنا وأسمعنا القرآن الذي نزل بذلك. تحويل القبلة أخي الحبيب حدثت في جماد الآخرة، رجب السنة الثانية من الهجرة. مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم 16 شهرا يستقبل بيت المقدس في صلاته، فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اليهود قالوا يخالفنا محمد ويتبع قبلتنا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى بالبيت إلى بيت المقدس رفع رأسه أمام السماء ينتظر أمر الله، فأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها الآية. فتوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة إلى الكعبة بعد نزول الآية، وكان ذلك في صلاة الصبح. هذا، والحمد لله رب العالمين. أستاذي الكريم، فرض الله على أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم صوم رمضان، حدثنا عنه بالأدلة القرآنية والنبوية أكرمك الله. اسمع أخي في الله، صوم رمضان، فرض الله تعالى على عباده صوم رمضان يوم الاثنين لليلتين خلتا من شعبان السنة الثانية من الهجرة، وصوم رمضان واجب بالكتاب والسنة والإجماع، وفرض الله رمضان شهرا كاملا حيث كانوا يصومون 3 أيام من كل شهر، وفرض الله صيام رمضان في الكتاب. اسمع، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، إلى قوله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم الآية. وفرض الله صيام رمضان في السنة الثانية من الهجرة، قال صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت الحديث. وأجمعت الأمة على وجوب صيام رمضان وأنه أحد أركان الإسلام التي علمت من الدين بالضرورة، وأن منكره كافر مرتد عن الإسلام. ويثبت شهر رمضان برؤية الهلال ولو من واحد عدل، أو إكمال عدة شعبان 30 يوما. وللصيام ركنان: الإمساك عن المفطرات من طلوع الشمس إلى غروب الشمس، والنية: إنما الأعمال بالنيات الحديث. هذا، وصلى الله على سيدنا محمد. حدثنا شيخنا الفاضل عن زكاة الفطر بجميع بنودها. زكاة الفطر، اسمع عبد الله، فرضت زكاة الفطر في شهر شعبان السنة الثانية من الهجرة، وزكاة الفطر واجبة على كل فرد من المسلمين صغيرا أو كبيرا، ذكرا أو أنثى، حرا أو عبدا. وزكاة الفطر فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر وصاعا من شعير
على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. زكاة الفطر فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. وزكاة الفطر تجب على المسلم الحر المالك لمقدار صاع يزيد عن قوته وقوت عياله يوما وليلة. وزكاة الفطر تجب في شهر رمضان في أوله في وسطه في آخره، ولا يجوز تأخيرها عن يوم العيد. هذا والحمد لله رب العالمين. أستاذي، حدثنا من فضلك عن زكاة المال واستشهد بالأدلة القرآنية. زكاة المال، أخي الحبيب، فرضت زكاة المال في السنة الثانية من الهجرة. والزكاة اسم لما يخرجه الإنسان من حق الله تعالى إلى الفقراء، وسميت زكاة لما يكون فيها من رجاء البركة وتزكية النفس. والزكاة أحد أركان الإسلام الخمس، وقرنت بالصلاة في 82 آية في القرآن الكريم. والزكاة فرضها الله تعالى بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة. قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، الآية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض على أغنياء المسلمين في أموالهم بالقدر الذي يسع فقراءهم، الحديث. وانظر عبد الله إلى عقاب مانع الزكاة. الزكاة رهب الله تعالى من منعها. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون، الآية. الزكاة تجب على المسلم الحر المالك للنصاب. الزكاة عبادة يشترط لصحتها النية، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، الآية. الزكاة واجبة في الذهب والفضة والزروع والثمار وعروض التجارة والسوائم والمعدن والركاز. وانظر إلى مصارف الزكاة. اسمع أخي الحبيب، الزكاة لها مصارف شرعية ثمانية. اسمع لكلام الله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله، فريضة من الله، فريضة من الله، والله عليم حكيم. هذا والحمد لله رب العالمين. شيخنا وأستاذنا، حدثنا بالتفصيل عن غزوة بدر الكبرى. اسمع أخي الحبيب، غزوة بدر الكبرى حدثت في 16 من رمضان في السنة الثانية من الهجرة، على رأس 19 شهرا من الهجرة. انظر واسمع لسبب حدوثها. حدثت الغزوة لما قتل عمرو بن الحضرمي القرشي في سرية عبد الله بن جحش، وإقبال أبي سفيان بن حرب بعير من الشام إلى مكة وبها أموال كثيرة، فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بها فخرج إليها، فعلم أبو سفيان بذلك فأرسل ضمضم ابن عمرو الغفاري إلى قريش ينذرهم بما هم به الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فخرجت قريش لحماية العير وإنقاذها. خرجت قريش في 1000 مقاتل، منهم 600 دارع ومعهم 100 فارس. وكان حامل اللواء لقريش السائب بن يزيد الذي أسلم بعد ذلك، وهو الأب الخامس للإمام الشافعي رحمه الله.
وكان مع قريش 700 بعير ومعهم الدفوف والمغنيات. أخي الحبيب، أنزل الله تعالى في شأن تجمع قريش لحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمع: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. الآية. وأنزل الله تعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. الآية. عبد الله، علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بنية قريش لحربه ومن معه، فاستشار النبي أصحابه حول المعركة، فتكلم من المهاجرين أبو بكر وعمر فأحسن الكلام، ثم تكلم الأنصار، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يسمع رأيهم، فتكلم سعد بن معاذ سيد الأنصار وقال: لقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودا ومواثيق على السمع والطاعة، فامض يا رسول الله لما أردت فنحن معك. فتكلم سعد بن معاذ سيد الأنصار وقال: لقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودا ومواثيق على السمع والطاعة، فامض يا رسول الله لما أردت فنحن معك. ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، إنا لصبر عند الحرب صدق عند اللقاء، لعل الله يريك منا وفينا ما تقره عينك فسر على بركة الله. فقال لهم الرسول: سيروا على بركة الله وأبشروا، فإن الله وعدني إحدى الطائفتين، إما العير وإما النفير. اسمع حبيب الله، كان شعار المسلمين يوم بدر: يا منصور أمت. وبدأت المعركة. استقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا عند احتدام القتال بحفنة من حصباء تراب، وقال: شاهت الوجوه، فلم يبعد من المشركين رجل إلا امتلأت عينه وأنفه وفمه من التراب، ولا يدري أين يتوجه يعالج التراب لينزعه من عينه، فانهزموا بحمد الله تعالى. وأنزل الله تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. الله أكبر، الله أكبر. أمد الله تعالى جيش المسلمين في بدر بمدد من الملائكة يقاتلون معهم، وكان بدء القتال في بدر في الصباح، وكانت هزيمة المشركين في الظهر من نفس اليوم بأمر الله تعالى، وما النصر إلا من عند الله. فر المشركون من ساحة بدر في صور غير منظمة، تبعثروا في الوديان والشعاب، واتجهوا صوب مكة مذعورين لا يدرون كيف يدخلونها خجلا، لا إله إلا الله. فبلغ عدد قتل المسلمين الشهداء 14، 6 من المهاجرين و8 من الأنصار، وبلغ عدد قتل المشركين 70 والأسرى 70 أو 74. وقام صلى الله عليه وسلم ببدر ومكث فيها بعد انتهاء المعركة 3 أيام، ثم عاد إلى المدينة صلى الله عليه وسلم. واسمع عبد الله، استشار صلى الله عليه وسلم أصحابه في أسرى قريش، فقال أبو بكر: يا رسول الله، أهلك وقومك نرى أن نأخذ الفداء منهم فيكون ما أخذنا قوة لنا على الكفار، وعسى الله أن يهديهم بك فيكون لنا عضدا. وقال عمر: قد كذبوك وأخرجوك وقاتلوك، ما أرى إلا أن تمكنني من فلان قريب له،
فأضرب عنقه وتمكن عليا من عقيل أخيه فيضرب عنقه، وتمكن حمزة من أخيه العباس فيضرب عنقه، حتى يعلم أنه ليس في قلوبنا مودة للمشركين، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ برأي أبي بكر، فأنزل الله تعالى ما جاء في القرآن موافقا لقول عمر رضي الله عنه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. وأنزل الله تعالى عبد الله في كتابه سورة كاملة تتحدث من أولها إلى آخرها عن غزوة بدر، حتى أنها تسمى بسورة بدر عن ابن عباس. هذا والحمد لله رب العالمين. حدثنا عن وفاة رقية زوجة عثمان وابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، زادك الله إيمانا. اسمع حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حدث في شهر رمضان السنة الثانية من الهجرة بعد غزوة بدر مباشرة وفاة رقية، وقبل أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه المدينة. وتزوجت رقية ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بمكة، وهاجرت معه إلى الحبشة، وولدت له عبد الله الذي كان يكنى به عثمان. فبلغ الغلام 6 سنوات ومرض ومات. ولما صار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر كانت ابنته رقية مريضة، فتخلف عنه عثمان بن عفان بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتوفيت رقية، وسوي عليها التراب يوم وصول زيد بن حارثة مبشرا الصحابة بنصر بدر، وكانت قد أصابتها حصبة. هذا، وصلى الله على سيدنا محمد. شيخنا من فضلك حدثنا عن غزوة بني سليم، أصلح الله حالك. اسمع حبيب الله، حدثت في شهر شوال السنة الثانية من الهجرة بعد غزوة بدر ب7 أيام. سبب حدوث غزوة بني سليم، بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بني سليم من قبائل غطفان تحشد قواتها لغزو المدينة، فحمل اللواء علي بن أبي طالب، وباغت رسول الله صلى الله عليه وسلم بني سليم في 200 راكب في عقر دارها، وبلغ إلى منازلهم وتركوا بعيرهم، واستولى المسلمون على 500 بعير، فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد إخراج الخمس، فأصاب كل رجل 2 بعير، وأصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما يقال له يسار، فأعتقه صلى الله عليه وسلم. هذا والحمد لله رب العالمين. أجلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهود بني قينقاع من المدينة، أكرمك الله أستاذي، حدثنا عنهم من فضلك بالتفصيل. اسمع عبد الله، حدث إجلاء يهود بني قينقاع في منتصف شهر شوال السنة الثانية من الهجرة. وانظر لماذا أجلاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمع، اشتد طغيان اليهود وتوسعوا في تحرشاتهم واستفزازاتهم، وكانوا يثيرون الشغب ويتعرضون بالسخرية والأذى للمسلمين، حتى أخذوا يتعرضون لنساء الصحابة. وعندما تفاقم الأمر واشتد بغيهم، جمعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لهم: يا معشر اليهود، احذروا من الله مثل ما أنزل بقريش من النقمة، وأسلموا، فإنكم قد عرفتم أني نبي مرسل، تجدون ذلك في كتابكم وفي عهد الله إليكم. فقالوا: يا محمد، إنك ترى أنك قومك
لا يغرنك أنك لقيت قوما لا علم لهم بالحرب فأصبت منهم فرصة. إنا والله لئن حاربتنا لتعلمن أنا نحن الناس، أي أنها بذلك دعوة للقتال، وكانوا أشجع يهود عليهم لعنة الله. وأنزل الله تعالى في شأن يهود بني قينقاع وبشأن عنادهم وجمع صفوفهم لحرب الرسول قرآنا يتلى، اسمع، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله أي في بدر، وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. واسمع عبد الله، سبب آخر لإجلاء هؤلاء اليهود عليهم لعنة الله من المدينة: تعرض يهود بني قينقاع لامرأة مسلمة من العرب قدمت بجلب لها، فبعته في سوء بني قينقاع، وجلست إلى صائغ، فجعلوا يريدونها على كشف وجهها فأبت، فعمد الصائغ إلى طرف ثوبها فعقده إلى ظهرها وهي غافلة، فلما قامت انكشفت سوءتها فضحكوا بها فصاحت، فوسب رجل من المسلمين على الصائغ فقتله، وكان يهوديا، فشدت اليهود على المسلم فقتلوه، فاستصرخ أهل المسلمين على اليهود، فوقع الشر بينهم وبين بني قينقاع. ماذا حدث لهم؟ اسمع عبد الله: سار رسول الله صلى الله عليه وسلم بجنود الله إلى بني قينقاع، فلما رأوا تحصنوا في حصونهم، فحاصرهم أشد الحصار 15 ليلة من منتصف شوال حتى هلال ذي القعدة، فقذف الله في قلوب اليهود الرعب، ونزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في رقابهم وأموالهم ونسائهم وذريتهم، فأمر بهم فكتفوا، لا إله إلا الله. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود أن يخرجوا من المدينة ولا يجاوروه بها أبدا، فخرجوا إلى أزرعات الشام حيث هلك أكثرهم. هذا، وصلى الله على سيدنا محمد، وانتهينا بحمد الله من السنة الثانية من الهجرة. مع العام الثالث من الهجرة. من فضلك شيخنا حدثنا عن غزوة ذي أمر. اسمع عبد الله، حسن الله في سمعك. غزوة ذي أمر حدثت في شهر ربيع الأول سنة 3 هجرية، وهي أكبر حملة عسكرية قادها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أحد. علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن جمعا كبيرا من بني ثعلبة ومحارب تجمعوا ويريدون الإغارة على أطراف المدينة، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في 450 صحابي، واستخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة عثمان بن عفان رضي الله عنه، ووصل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه إلى مكان تجمع القوم بني ثعلبة ومحارب عندما يسمى ذي أمر، وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم سفر كله ليشعر الأعراب بقوة المسلمين، ثم عاد إلى المدينة هو وأصحابه رضوان الله عليهم جميعا. هذا، وصلى الله على سيدنا محمد. أكرمك الله أستاذي، حدثنا عن زواج أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم من عثمان بن عفان رضي الله عنه. عبد الله، زواج أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم من عثمان حدث في شهر ربيع الأول سنة 3 هجرية، وأم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم من خديجة هي أصغر سنا من رقية، وزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم كلثوم لعثمان بن عفان بعد وفاة رقية
بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم من خديجة، ولذلك سمي عثمان بذي النورين. وكانت أم كلثوم هي ورقية تزوجهما عتبة وعتيبة ابن أبي لهب. فلما نزل قوله تعالى تبت يد أبي لهب وتب، طلقتا من ابني أبي لهب قبل الدخول بهما، وماتت أم كلثوم رضي الله عنها وهي عند عثمان. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كانت لي ابنة أخرى لزوجتك إياها. هذا والحمد لله رب العالمين. أستاذ الفاضل، حدثنا وعلمنا بعلمك حديثا طيبا عن غزوة بحران. غزوة بحران أخي الحبيب حدثت في جماد الأولى سنة 3 هجرية. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في دورية قتال كبيرة قوامها 300 مقاتل إلى أرض يقال لها بحران، وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في بحران شهر ربيع الآخر ثم جماد الأول، ثم رجع صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ولم يلق حربا. هذا ولله الحمد والمنة. تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة بنت عمر بن الخطاب، تحدث عن ذلك. زوجك الله من الحور العين. عبد الله، زواج رسول الله صلى الله عليه وسلم من حفصة بنت عمر حدث في شهر شعبان العام الثالث من الهجرة. وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة بنت عمر بعد أن انقضت عدتها من زوجها خنيس بن حذافة أخو عبد الله بن حذافة رضي الله عنه. عرض عمر بن الخطاب حفصة على أبي بكر فلم يجبه بشيء، وعرضها على عثمان فلم يجبه بشيء. فقال عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله قد عرضت حفصة على أبي بكر فأعرض عني، وعلى عثمان فأعرض عني، انظر عبد الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب يا عمر إن الله قد زوج عثمان خيرا من ابنتك، وزوج ابنتك خيرا من عثمان. وتزوج عثمان بن عفان أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة بنت عمر وكان عمرها 20 عاما. وتوفيت حفصة سنة 41 هجرية زمن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه. هذا وصلى الله على سيدنا محمد. أستاذي العظيم، حدثنا أكرمك الله عن غزوة أحد من بدايتها إلى نهايتها، ونحن نسمع إليك بإنصات. أخي الحبيب، مع غزوة أحد نعيش. حدثت يوم السبت 15 من شوال سنة 3 هجرية. سبب حدوثها اسمع، اتفقت قريش على حرب المسلمين حيث احتجزوا العير التي نجا بها أبو سفيان في بدر، وقالوا للذين كانت فيها أموالهم يا معشر قريش محمد قد وطركم وقتل خياركم فأعينون بهذا المال على حربه. وكانت 1000 بعير والمال 50,000 دينار. وفي ذلك أنزل الله تعالى إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. الآية اسمع عبد الله، اجتمع لقريش 3,000 مقاتل من قريش والحلفاء والأحابيش، واصطحبوا معهم النساء وقد بلغن 10، وكان مع قريش 3,000 بعير و100 فارس و700 درع. وكانت القيادة العامة لقريش إلى أبي سفيان ابن حرب. أبلغ العباس بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم باستعداد قريش لحرب المسلمين. أيها الحبيب اسمع،
تبادل رسول الله صلى الله عليه وسلم الرأي مع أصحابه حول الخروج من المدينة لقتال قريش أو الدفاع عن المدينة والتحصن فيها، وكان رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يخرجوا من المدينة وأن يتحصنوا بها، فإن أقام المشركون بمعسكرهم أقاموا بشر مقام، وإن دخلوا المدينة قاتلهم المسلمون على أفواه الأزقة والنساء من فوق البيوت، ووافقوا على هذا الرأي عبد الله بن سلول رأس النفاق. وكان بعض الصحابة ممن فاتهم الخروج يوم بدر أشاروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخروج وألحوا عليه في ذلك، وكان في مقدمة هؤلاء حمزة بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال: والذي أنزل عليك الكتاب لا أطعم طعاما حتى أجالدهم بسيفي خارج المدينة. ورفض رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيه ومال إلى رأي غيره من أصحابه، واستقر الرأي على الخروج من المدينة لملاقاة العدو. اسمع، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بألف من أصحابه، وانسحب رأس المنافقين ابن سلول بثلث الجيش بعد خروجه من المدينة، وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشه إلى كتائب: كتيبة المهاجرين لواؤها مصعب بن عمير، كتيبة الأنصار لواؤها الخباب بن المنذر. وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسير مع بقية الجيش وهم 700 مقاتل، وهيأ الصفوف للقتال. واختار رسول الله صلى الله عليه وسلم فصيلة من الرماة المهاجرين قوامها 50 رجلا مقاتلا بقيادة عبد الله بن الجبير ابن النعمان الأنصاري، وقال له: انضح الخيل عنا بالنبل، لا يأتونا من خلفنا، فاثبت مكانك حتى لا نؤتى من قبلك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للرماة: احموا ظهورنا، فإن رأيتمونا نقتل فلا تنصرونا، وإن رأيتمونا قد غنمنا فلا تشاركوننا، وإن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم هذا حتى أرسل إليكم. عبد الله نصر الله جنده ثم انقلبت الموازين. اسمع، نصر الله تعالى المسلمين نصرا عزيزا في بداية المعركة، وهزم الله تعالى المشركين هزيمة منكرة في بداية المعركة، وانقلبت الموازين ضد المسلمين، حيث قال بعض الرماة الذين على الجبل: الغنيمة الغنيمة، ظهر أصحابكم فما تنتظرون، فنزلوا من على الجبل وخالفوا أمر نبيهم صلى الله عليه وسلم بعدم النزول من على الجبل مهما كان الأمر، ورفض أمر قائدهم عبد الله بن الجبير أن ينزل ويخالف أمر نبيه صلى الله عليه وسلم. ونظر خالد بن الوليد أحد قادة جيش المشركين خلفه، فوجد الجبل قد نزل من عليه الكثير، فانقض على المسلمين من خلفهم، وتجمعوا مرة أخرى وثبتوا للقتال، وأحاطوا بالمسلمين من الأمام ومن الخلف، واشتد العراك حول رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما نادى بصوته وسمعه المشركون: هلم إلي أنا رسول الله، هلم إلي أنا رسول الله. فاشتد القتال حوله صلى الله عليه وسلم بين قلة من المسلمين وكثرة من المشركين. اسمع عبد الله، أصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم إصابات شديدة، حيث وقع وأصيبت رباعيته اليمنى وشج في وجهه وكلمت شفته السفلى، والدم يسيل من على وجهه صلى الله عليه وسلم، ودخلت حلقتان من المغفر في وجنته صلى الله عليه وسلم، وهشمت البيضة على رأسه، وسال الدم على وجهه، ورموه بالحجارة حتى سقط لشقه في حفرة، واحتضنه طلحة ابن عبيد الله،
حتى استوى قائما صلى الله عليه وسلم، وانتزع أبو عبيدة بن الجراح الحلقتين اللتين كانتا غاصتا في وجنته صلى الله عليه وسلم، وعض عليهما حتى سقط الثنيتاه، فكان ساقط الثنيتين. وامتص مالك بن سنان والد أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الدم من وجنته صلى الله عليه وسلم، ثم ازدرده، فقال صلى الله عليه وسلم: من مس دمه دمي لم تصبه النار. تجمع الصحابة حول رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة أخرى، منهم طلحة وأبو عبيدة وأبو دجانة وعلي وسهل بن حنيف وأم عمارة نسيبة بنت كعب وعمر بن الخطاب وحاطب بن أبي بلتعة، وقاتلوا قتالا عنيفا حوله صلى الله عليه وسلم، وظهرت لهم بطولات نادرة تدل على فرط شجاعتهم ورضوان الله عليهم جميعا. عبد الله، قتل من المسلمين 70، وكانت الأغلبية من الأنصار، فقتل منهم 65، وقتل رجل من اليهود. أما شهداء المهاجرين فكانوا 4 فقط، وأما قتل المشركين فذكر أنهم 22 قتيلا. اسمع، ماذا فعل أهل الكفر مع قتل المسلمين؟ اشتغلت نساء قريش بقتل المسلمين، يمثلن بهم ويقطعن الأذان والأنوف والفروج ويبقرن البطون، وبقرت هند بنت عتبة كبد حمزة فلاكتها، فلم تستطيع أن تسيغها فلفظتها، واتخذت من الأذان والأنوف خلاخيل وقلائد، وتفقد رسول الله صلى الله عليه وسلم القتلى والجرحى، فأمر بجمع الشهداء وقال: أنا شهيد على هؤلاء، أنه ما من جريح يجرح في الله إلا والله يبعث يوم القيامة يدنى جرحه، اللون لون الدم والريح ريح المسك. عبد الله، انتهت غزوة أحد يوم السبت في شهر شوال، وأنزل الله تعالى في القرآن 60 آية تتحدث عن أحد في سورة آل عمران. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلو إن كنتم مؤمنين، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس. وقال تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. هذا، وصلى الله على سيدنا محمد. حدثنا عن غزوة حمراء الأسد، أطال الله في عمرك. أخي الحبيب، غزوة حمراء الأسد حدثت يوم الأحد 8 من شهر شوال، 3 من الهجرة، ثاني يوم بعد غزوة أحد، لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، أصبح حذرا من رجوع المشركين إلى المدينة ليتم انتصارهم، فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه بالخروج خلف العدو، وألا يخرج معه إلا من كان معه بالأمس، فاستجابوا لذلك، فضمضوا جراحاتهم وخرجوا رضي الله عنهم. ووصل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى حمراء الأسد، وألقى الله تعالى في قلوب المشركين الرعب لظنهم أنه حضر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يحضره الأمس، وكان عدد المشركين 2978 مشركا. هذا، وصلى الله على سيدنا محمد. شيخي، حدثنا عن زواج رسول الله صلى الله عليه وسلم بزينب بنت خزيمة أكرمك الله. اسمع عبد الله، زواج رسول الله صلى الله عليه وسلم من زينب بنت خزيمة حدث في 3 من الهجرة
بعد غزوة أحد. زينب بنت خزيمة الهلالية كانت تدعى في الجاهلية أم المساكين لرأفتها وإحسانها إليهم، وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت خزيمة وأصبحت أما للمؤمنين. وكانت زينب بنت خزيمة قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت عبد الله بن جحش الذي قتل عنها في غزوة أحد رضي الله عنه. هذا، وصلى الله على سيدنا محمد. تحدث عن تحريم الخمر مستندا بالقرآن الكريم، بارك الله فيك. تحريم الخمر، أخي الفاضل، حرم الله الخمر بعد غزوة أحد في السنة الثالثة من الهجرة، وكان تحريم الخمر بالتدريج حيث كانت العرب تحبها بشدة. وأول ما نزل في تحريم الخمر، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، الآية، ومنفعة الميسر التصدق بربحه على الفقراء، ومنفعة الخمر تقوية الجسد. وشرب بعض الصحابة الخمر وخلطوا في القراءة، فحرمت الصلاة على السكران. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، الآية. وحدث اعتداء من بعض المسلمين على إخوانهم فحرمها الله تعالى تحريما قطعيا. اسمع: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، إلى قوله تعالى: فهل أنتم منتهون، الآية. أجاب المسلمون: انتهينا انتهينا انتهينا. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر أعجبني ومشاركة الفيديو، ولكي يصلك كل جديد اشترك في قناة